مستر روبرت، عم يطلبوا غنية لعبد الوهاب، شو بدك سمعون؟ حكيم عيون في حكيم عيون؟ حكيم عيون بنقول حكيم عيون، بنحول من العراق إلى المصر. متعدد اللغات واللهجات. في حكيم عيون في غنية بحزة كتير كمان بدي غنيها، لا اسمها مقطع صغير كتير، هذه رنين الكاس. بس مين بده يغني مع البنت؟ هلا بتجرب هنادي اسمها؟ لا 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 حكيم عيون. كلنا بنحول بنت وبنغني. يلا يلا استعدادات منير لا منير لا انت صغير في طلعه فين السنة دي؟ اولا انا مشافر صفين لولي، انت يلزملك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك سنتي بتوجعني. شوف لي اي عليك حاجة، اصلا بس مش حكيم اسنان. امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. اعرف هواهم ساكن فين، واعرف دواهم هيجي منين. قاسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا عارف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساعه. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. عرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اني في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. لقطتك الكاميرا. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واساله عن اللي في بالي. عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك شيء. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيطش. عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقوله لك. قوي. في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا، يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. سؤال. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. حزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوه في قلبك اتري لغيري مش ليا، اتري لغيري مش ليا. لا 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 لا. شو بدك سمعنا لأسمهان؟ ما بين رنين الكاس.